بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم والحضور الكريم في ورشة عمل جديدة إن شاء الله هنتكلم فيها على المندلي. المندلي هو عبارة عن أداة، تطبيق، برنامج ليه أكتر من صورة وأكتر من شكل. المندلي ده لإدراج، بنستخدمه لإدراج وتنظيم المراجع سواء في الأبحاث أو في الرسائل العلمية. الحقيقة لما نيجي بنتكلم على المندلي، لما هنروح على الموقع بتاعه هنلاقي ان فيه اكتر من برودكت واكتر من منتج، فحاطط لنا مندلي ريفرنس مانجر والمندلي سايت، مندلي ديسكتوب والويب امبورتر، اربع اشكال من اشكال المندلي، وهنشوف الفرق بينهم وهنشوف ازاي نستخدم كل واحد منهم. هنستخدمهم كلهم ولا هنستخدم واحد منهم بس هيبقى كافي؟ طبعا في البداية زي ما احنا شايفين ان لازم هيكون في ده التطبيق الاولاني اللي هو مندلي ريفرنس مانجر في المندلي سايت، وده بينظم لنا الابحاث وداخل الوورد، يعني بيبقى فيه اضافه بتتحط اد ان زي ما هو واضح هنا، اد ان للمايكروسوفت وورد، وبالتالي وانا بكتب البحث او الرساله من داخل الوورد مش محتاج اطلع بره، وانا جوه الوورد من داخل الملف الوورد اقدر اضيف المراجع بتاعتي سواء ان تكست يعني داخل النص، او في الاخر خالص في المراجع في النهايه خالص بيتضاف بصورة آلية زي ما هنشوف مع بعض. بنشوف الشكل الثالث اللي هو عبارة عن سوفت وير بينزل للديسك توب سواء في حالة الويندوز او الاوبريتنج سيستمز الاخرى، والتطبيق الرابع او الشكل الرابع من اشكال مندلي اللي هو الويب امبورتر للكروم، بيتضاف اضافة للكروم بحيث لو انا فاتح متصفح كروم زي ما هنشوف وفي ملفات عندي او في ابحاث انا هستخدمها كمراجع، إذا كان متاح منها صورة PDF هنشوف هنتعامل معاها إزاي. لو خرجنا كده وبصينا على الموقع أو الداتابيز بتاعة المندلي هنلاقي إن هو برضه بيمكنني إن أقدر أبحث وأدور على أبحاث في مجال معين من خلال موقع المندلي. لو رحنا للجوجل وفتحنا الجوجل سواء باستخدام اي براوزر، بس بما ان احنا عندنا هنا في اد ان او اضافه لاداه ممكن نضيفها للكروم، فانا مستخدم متصفح كروم. لما بكتب مندلي بيطلع لي المندلي الويب سايت بتاعه اهو، وبيبقى في عندي اربع الاختيارات بتوعنا اهو، اذا كنت هنزله للويندوز او المندلي سايت او الويب امبورتر او الريفرنس مانجر. طبعا احنا بنروح على الصفحه الاولانيه عشان نتعرف على شكل الايه. طبعا في البدايه بيطلب مني ان افتح حساب، وده بيكون حساب مجاني غالبا اما بحساب شخصي او بالحساب بتاع المؤسسه او الجامعه اللي الواحد بينتمي اليها. بندخل البيانات بتاعتنا زي ما هو متعارف عليه، وبنبتدي نعدي كل الخطوات دي لغايه لما بنوصل للنهايه خالص، وبيبعت لي رساله تاكيد على الايميل الجامعي اللي انا حطيته، وبيقول لي اهلا بيك انت كده خلاص وصلت. بيسالني بعد كده على دوري او وظيفتي، اذا كنت باحث، اذا كنت محاضر، اذا الى اخره، اذا كنت طالب ماجستير او دكتوراه. على بيسالني الخطوه الثانيه، بحدد المجال اللي انا ببحث فيه او هعمل البحث فيه، وخلاص بكده بكون كملت البيانات او اللي هي مطلوبه مني، بدل ما يدي لي ابحاث بعيده عن المجال اللي انا بشتغل فيه. بنروح بعد كده بيديني الصفحه دي، بيخيرني هل في هنا للويندوز التطبيقات بتاعتي، اهي الويندوز زي ما احنا شايفين خلاص، او الماك يعني او اللينكس، يعني في ثلاث اختيارات يا اما للويندوز او للماك او للينكس، يعني ايا كان الاوبريتنج سيستم اللي انا شغال عليه او نظام التشغيل ما فيش اي مشكله خالص. وادي ويب امبورتر وادي السيتيشن بلاج ان، وده بالتالي هنشوف مع بعض الخطوات دي، احنا بس بنتصفح بنشوف لما هنتعامل معاهم ازاي. ادي الشكل الاولاني بيشتغل من اول ويندوز 7 واحنا طالعين بقى، وبيبتدي بقى بيبقى عندنا اكتر من صوره ليه، واكمل الشغل بتاعي العادي خالص ان انزل السوفت وير واحمله، مش هيبقى في اي مشكله، وده هنشوفه دلوقتي حالا. طبعا ده الموقع او السبورت سنتر، لو في اي مشكله بنتواصل مع الشركه نفسها او الهوم بيج. طيب انا عندي في شكلين من اشكال المندلي كسوفت وير اللي ينزل على الجهاز، يا اما المندلي ديسكتوب او المندلي ريفرنس مانجر. الحقيقه الشكلين التطبيقين هيأدوا نفس الغرض، يعني يكفي واحد فيهم، ايوه اللي بيريحك او اللي انت متعود عليه. ادي شكل من الاشكال بالشكل ده كده اهو، بيحط لي الابحاث وبتعامل معاها بنفس الطريقة اللي هنا، شكل الواجهة بس مختلف شوية، فحسب لو الواحد بيعرف يستخدم الواجهة دي وهو ده اللي متعود عليها خليه زي ما انت. طيب لو انت لسه بتنزل برنامج لأول مرة اختار نزل الاتنين لو انت عايز، وشوف انهي الأسهل في التعامل واحتفظ بواحد ومش لازم يبقى التاني.
دي طريقة الحصول عليهم. هنا بقى عايز أضيف الإضافة بتاعة الوورد أو أحصل على الإضافة بتاعة الكروم. هنا الميندلي سايت ده اللي هو هيضيف للإضافة الخاصة بالوورد بالشكل ده، بيقوم جاي رايح على المايكروسوفت ستور أو المتجر، بقدر أحمل البرنامج، بس طبعا لازم أكون داخل بالحساب بتاعي بتاع المايكروسوفت، ويطلب مني بعد كده بيظهر عندي في شريط الأدوات في الوورد، بس بيطلب مني التسجيل. التسجيل هنا بيتم بنفس الايميل ونفس الاكونت او الحساب اللي انا عملته في الاول خالص لما دخلت على اول صفحه عشان انزل النسخ بتاعتي، نسخه الديسكتوب بتاعتي. ده الصفحه اللي بيتحملني منها اكستنشن الخاص بالكروم. لما بضغط عليه بالشكل ده بيبتدي بيتحمل، بينزل عندي في الكروم، بيبقى بالمنظر ده، بيبقى ظاهر لي هنا اداه. طبعا هو بيفتح لي المتجر بتاع الكروم وبيقول لي اد تو كروم، يعني ضيف الاداه دي الكروم، بقول له ايوه، بمشي معاه لغايه الاخر لغايه لما بيظهر عندي. دي كلها حاجات المفترض بتبقى احنا عرفنا نعملها. نشوف الخطوه الاولانيه، لو انا هحمل المتصفح السوفت وير على الكمبيوتر عندي سواء كان الويندوز او الماك او اللينكس، بختار النظام بتاع التشغيل بتاعي. انا طبعا عندي عشان الويندوز همشي على النظام ده، وابتدي امشي معاه خطوه خطوه بالشكل ده، ما بغيرش حاجه خالص، مجرد نيكست او التالي بيبتدي يمشي معايا لغايه الاخر خالص، بيبتدي يكمل التحميل بالشكل ده. بقول له طب شغل لي بقى البرنامج، اهو بيفتحه لي بالشكل ده كده. وطبعا هنلاحظ ان طبعا انا عملت ساين ان، عشان كده ظاهر عندي الاسم موجود على اليمين، وعندي ملفات انا كنت استخدمتها سابقا بالشكل ده كده، يعني دي استخدامات انا استخدمتها سابقا. طيب نروح هنا بالشكل ده كده. لو انا عايز بقى احمل الاكستنشن بتاع الوورد او البلاج ان والكروم، ممكن من قلب البرنامج، يعني من لو انا حملت النسخه بتاعت الديسك توب اقدر اعمل الثلاثه التانيين، ايوه اهو، الويب امبورتر او الوورد بلاج ان او الميندي سايت. تمام، طيب اروح بالشكل ده كده اهو من عند تولز، فبيديني الخطوات دي. طب نروح هنا نشوف المانجر، هو احنا قلنا شبه شويه الديسكتوب ولكن بشكل جديد وشكل ابسط، زي ما هو كاتب لي هنا بيتعامل معاه بشكل ايه، ابسط شويه، مجرد اضغط داونلود بيبتدي يتعامل معايا، اهو بيفتح لي بالشكل ده كده، واكمل الخطوات بتاعتي زي ما عملت الديسكتوب. هتلاقي ان في تشابه كبير جدا. طبعا بيسالني هنا هل اللي هيستخدم البرنامج ده انت بس، يعني انا بس، ولا باقي المستخدمين على نفس الجهاز اللي انا قاعد عليه، واكمل الخطوات بتاعتي في انستليشن عادي خالص، اللي اقدر افتح بعد كده اهو، بفتح البرنامج بتاعي اللي هو المانجر اهو، بيسالني، بياخد مني البرميشن او الاذن اذا كان في الـ بيفتح على اي شبكه انترنت ولا الحاجات البرايفت بس. طبعا دي حاجه بقى ترجع لحضرتك في الظبطه الخاصه بالامان والسكيورتي للجهاز بتاع حضرتك. طبعا غالبا انت بتخليها برايفت بس، يعني لو انت قاعد في سايبر او حاجه ما يفضلش ان حد يشاركك في الجهاز عندك، فبالتالي بتختار البرايفت اختيار الاولاني وبتضغط الاو. بعد كده بيضغط منك انك تخش على الحساب وساين ان زي ما عملنا قبل كده، بيفتح لك الموقع بتاع مندلي عشان انت عايز تدور على ابحاث داخل الموقع. طيب نروح للمندلي سايت اللي هو بينزل داخل الوورد، بيبقى نفس الكلام، بيفتح المتجر بتاع المايكروسوفت وبضغط عليه وابتدي اكمل، بحط الايميل الخاص بيا اللي انا سجلت فيه في الاول خالص. طبعا المفترض اهو الخطوه دي هو هيفتح لي اوبن ان وورد، المفترض ان يكون لو انا هنزل كل دول لازم يبقى الايميل واحد عشان يبقى نفس المكتبه واحده ونفس الابحاث اللي بحطها، يعني ما يحصلش فيه كونفليكت او لخبطه. يعني بالشكل ده كده بيفتح لي الوورد، بلاقي عندي اول رساله بتطلع لي، دي ده ملف وورد اهو خاص بالمندلي، وبيقول لي تراست ذيس اد ان، يعني انت واثق ان مش ده مش فيروس ولا حاجه، بقول له ايوه تمام انا متاكد، فبيقول لي خلاص وبينزله لي في يمين الشاشه بالشكل ده في شريط الادوات من هنا. طيب بنروح بعد كده، لو انا ضغطت عليه هيطلب مني التسجيل، لا ده اول مره فقط، ببتدي اخش بالحساب بتاعي الى اخره زي ما احنا اتعودنا. طيب نيجي بعد كده اهو، لو انا بقى فتح معايا خلاص انا دخلت بالحساب بتاعي وظهر عندي بعد ما بسجل، بيطلع لي الابحاث اللي كنت دورت عليها قبل كده. هو طبعا هنا ظهير لي عشان انا حاطط في المكتبه بتاعتي ابحاث. هل هنا بس الاستخدام؟ لا، الحقيقه في النظام القديم انسرت سايتيشن وفي من هنا، يعني في، وعشان كده برضو في ناس ساعات بتتلخبط شويه، ليه؟ يحس ان ما هو ده كفايه، لان برضو هم عملوا حاجه. المفروض لما بيدي اي برنامج او اي سوفت وير او اي شركه ليها سوفت وير او تطبيق، لو نزلت حاجه حديثه المفترض انها بتوقف القديم، او ما بيبقاش في امكانيه ان انزل حاجتين في نفس المكان، يعني في الوورد هنا ما يبقاش عندي مندلي سايت وفي نفس الوقت عندي الريفرنس انسيرت سايتيشن، وده برضو اللي هو مندلي سايت اوماتيك اللي هو بشكل اوتوماتيك، يعني
ففي عندي هنا المندلي وفي عندي هنا المندلي، اصبح عندي كان في تو اكستنشنز او اد ان داخل الوورد. فطبعا ده يرجع لحضرتك انت، لو انت متعود على النظام القديم اللي هو ده، انا شخصيا بستخدم ده وده انا جربته برضه سهل جدا يعني، فده يرجع لحضرتك. لكن ده ممكن استخدام ده الاحدث اللي على اليمين، ده الاحدث بيبقى الواجهه بتاعته ابسط شويه والدنيا بتبقى ماشيه. انا اتعودت على ده او حضرتك اتعودت على ده، خلاص خليك مستخدمه، هيديك نفس الامكانيه. الا اذا هم لو كانوا وقفوه، يعني لو قال لك خلاص ده اتوقف وهيتشال مش هيشتغل، يبقى انت مضطر تشتغل بالاحدث. طيب نيجي بعد كده، لو انا ضغطت هنا بالشكل ده كده، اهو انا عندي الاثنين زي ما بقول لكم، المندلي سايت او مندلي سايت اوماتيك، ده الشكل القديم وده الشكل الجديد، والموجودين موجودين في الشريط هنا فوق. نيجي بعد كده نشوف اهو، ادي اللي هو المندلي سايت اوماتيك، بيكون هنا بيديني اختيارات كلها، وده هنطبقه مع بعض اللي هو احنا قلنا عليه زي السايت ماركر. طبعا هنا شكل بس مجرد اختلاف شكل اللون ده، يعني اللي هو حسب انت مختار. هو طبعا هنا ليه كان ظاهر لي هنا اسود؟ لان انا كنت عامل الخلفيه بتاعه الوورد بتاعي او مختار الثيم بتاعي غامق دارك يعني، او هنا لو كان بالشكل ده فاتح، هنا بامكاني ان انا اعمل سايتيشن داخل التكست، او بعمل البيبل في الاخر خالص، او بفتح المكتبه بتاعه المندلي بتاعتي بالشكل ده كده، وهنا بختار الستايل بتاع الريفرنس بتاعت الكتابه زي ما احنا عارفين في اكتر من ستايل. طبعا داخل الكلام لا، انا مجرد بضغط هنا بيديني بيفتح لي المربع الحواري ده، بحط هنا اسم المؤلف او اسم البحث، هيظهر لي الابحاث واختار منها زي ما هنشوف في التطبيق ان شاء الله بعد البريك. اهو لو انا مجرد حطيت بس الاسم هنا بتاعي اهو، اسم المؤلف اللي انا عايزه يعني، فبيديني الابحاث اللي ظاهر فيها هذا الايه المؤلف يعني، علاء هنا موجود هنا اهو وموجود هنا بالشكل ده. لو هو ده اللي انا عايزه بختار عليه، مجرد ان اضغط اوكي بالمنظر ده كده اهو، وبعد كده اقدر اختار الستايل اللي انا عايزه بقى. طبعا غالبا هو ده الستايل بتاع اللي احنا بنستخدمه، وطبعا ده يتوقف على المجله اللي احنا هننشر فيها. طيب نيجي بعد كده للويب امبورتر اللي هو الاضافه اللي بتضاف للكروم، وطبعا دي حاجه جميله جدا في ايه؟ لو انا بفتح ببحث عن ابحاث خاصه بالبحث اللي انا بكتبه عشان احطها كمراجع واستعين بيها، فبالتالي اي مكان بدخل فيه على الانترنت ومتاح الابحاث دي بشكل بي دي اف، الاقيه بيحملها لي على طول، بيظهرها لي هنا بالشكل ده كده، بيبقى ده فعال وبيظهر لي، وبالتالي اقدر اطلع على البحث ده قبل ما اضيفه او اضيفه على طول. طبعا الاداه دي مجرد نضغط عشان اضيفها بيفتح لي الكروم ستور، الكروم ويب ستور، وبضغط اضافه الى الكروم بالشكل ده، فبقول له اد اكستنشن، اضافه الاكستنشن ده خلاص. هنا طبعا بيعمل تشيك ان هو مش فيروس ولا سباي وير ولا كلام من ده، وبيضاف هنا بالشكل ده بيبقى موجود عندي اهو بالمنظر ده كده. طبعا بمجرد لو انا هستخدمه، لو انا كتبت مثلا الجي از انتي فايرال، لو انا بستخدم مثلا الطحالب عن كمضادات للفيروسات، فبيديني الابحاث دي موجوده. البحث فيه اي بحث فيهم موجود في شكل بي دي اف الاقيه محطوط لي هنا، اي بحث الاقيه محطوط لي هنا. تمام؟ طبعا هنا بحث زي ده موجود، بس هنا قايل لي ايه؟ البي دي اف بتاعه مش موجود، يعني هو حاطط لي الابحاث مرتبها لي الفابيتيكال. طب هل هيديني البي دي اف؟ لا، هو حاطط لي كل الابحاث دي موجوده، وقايل لي اذا كان في بي دي اف حاطته لي بالاحمر، وبيقول لي شوف البي دي اف ده. هنا ما فيش بي دي اف. خلاص؟ فبالتالي بختار المناسب ليا بالشكل ده كده. طب انا اعمل ايه؟ ده عشان في بي دي اف ضغطت عليه بقول له فيو بي دي اف، فبيديني البحث بالشكل ده قبل ما اضيفه، واتاكد ان انا مناسبني او هيفيدني في البحث بتاعي، وممكن بعد كده اضيفه من الزرار ده هنا اد تو مندلي. لو انا علمت هنا المربع ده عملت عليه تشيك، هيبتدي الجزء ده يبقى اكتف. ممكن اعمل لو كلهم عايزهم بعمل سيلكت اول، او اختار اللي انا هستخدمهم وبضيف هنا اد تو مندلي، يعني بيضاف للمكتبه بتاعتي بتاعه المندلي بالشكل ده كده. طيب اهو اضاف، انا اخترت البحث ده اللي هو انتي فايرال ليكتنز فروم كذا كذا كذا، وبيديني انا ضفته الساعه كام، وبيحط وهو حطيت لي الاوثرز، وحطيت لي التايتل بتاع البحث، وحطيت لي السنه. طبعا لو انا اخترت اكتر من واحد، فبالتالي بيجي حطها لي بالشكل ده كده، وبكون مرتبهم، فده بيسهل لي العمليه بشكل كبير جدا في حاله الكتابه. لو انا ضغطت على البحث ده بيقوم جاي عاطيني البحث العنوان بتاعه بالكامل، المؤلفين بالشكل ده، وبيمكنني هو دلوقتي لغايه دلوقتي هو حطه لي كمرجع بس، لسه ما خدتش النسخه البي دي اف بتاعتي. لو انا ضغطت هنا جيت بي دي اف، يبقى هينزلها لي عندي، يعمل لي داونلود، بتبقى في المكتبه عندي، ببقى مجهز فولدر خاص بالبحث بتاعي. طيب بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده بقى يبقى انا اخترت ده هنا المندلي، لو انا عايز ادور على ارتكل معين سواء في جوجل سكولر او في الانترنت او في المكتبه بتاعت مندلي زي ما احنا اتفقنا،
المكتبه الحقيقه غنيه جدا، مجرد انا كتبت بس الجي يعني الطحالب، بيحدد لي السنوات اللي انا عايز منها، السنين اللي انا عايزها. مش بس كده، ده بيقول لي مثلا سنه 2021 في 1400 وشويه بحث، يعني بيحدد لي عدد الابحاث وفقا للكلمه او المعايير اللي انا حطيتها دي. وبالتالي لو انا مثلا عايز الكلمه دي مش محتاج بقى كل السنين دي، ده انا يكفي فيني يعني ده 1000 وشويه. طبعا الابحاث دي استحاله كلها ان انا هقدر استخدمها، وبالتالي كل ما كان البحث محدد يبقى افضل، لانه هيقلل لي عدد الابحاث، يبقى اكثر قربا من المجال اللي انا هشتغل فيه. طبعا هنا كمان بيحدد لي انا عايز البحث ده في جورنال ولا كتاب ولا شابتر وات ايفر، يعني الترتيب بتاعت الابحاث اللي هيطلعها لي الاكثر قربا من المعايير اللي انا حطيتها، ولا الاكثر حداثه، ولا الاكثر استشهادا، يعني ان انا حاطط لي هنا كمان السيتيشن، يعني البحث ده سيتيشن كم مره وكم واحد قرا وهكذا. طيب يعني معلومات كامله عن البحث. طبعا لما ضغطت هنا 21 حطيت هنا كمان، انا حددت هنا عايز 21 وعايز الجورنال بس، فحطيت لي كلمه الجي طلعت كم مره، ومرتبهم لي انا عايز الاكثر قربا للكلمه دي اللي فيها الجي في العنوان، عشان كده عامل لي عليها هايلايت سواء في العنوان او في الابستراكت اللي موجود، وجايب لي الاستشهادات وعدد القراءات لهذا البحث. لو ضغطت على البحث ده طبعا المفروض بيفتح لي على الساينس دايركت او المكان اللي فيه هذا البحث منشور، اذا كنت انا مشترك في المجله دي بيظهر لي ان انا اقدر اعمل داونلود. اذا كنت طبعا هنا عشان انا كنتش لسه عامل ال ساين ان، لو لما هعمل ساين ان هيديني بقى بدل جيت اكسس، لا هيعمل لي داونلود اهو بالشكل ده كده. انا عملت جيت اكسس، دخلت بالحساب بتاعي فاتحولت الكلمه داونلود بي دي اف، وبالتالي البحث ده اقدر احصل عليه وانزله عندي. طيب او اضيفه وكمان للمندلي بالشكل ده كده، فبيضاف للمكتبه اهو اد تو مندلي، والرقم ده طبعا بينزل عندي، ده ممتاز جدا لان الرقم ده بيتحط كمان غالبا في معظم الابحاث دلوقتي بيتحط كمرجع. ليه؟ عشان لو اي حد بيقرا البحث اللي انا عامله يقدر يرجع للبحث الاصلي اللي انا مستشهد بيه، يا اما عشان يعمل تشيك ورايا، او انه البحث العنوان بتاعه عاجبه وعايز هو كمان يستخدمه بس يقراه بنفسه يعني. طبعا هنا اول ما بستخدم الويب امبورتر احيانا بيطلب مني بقى ايه، ان هو ان انا بوافق على سياسه يعني ساين ان، اللي هو جيت الامبورتر لازم اعمل ساين ان، ودي بصوره اليه لان انا ما وافقتش، لان هو بيستخدم ملفات وحاجات معينه عشان يقدر يساعدني يعني. لو انا رفضت خلاص مش هيبقى ما نزلوش من الاول يعني، فبالتالي بعمل قبول وابتدي اكمل الشغل بتاعي عشان يساعدني. هنا طبعا ظهر عندي هنا، فاي بحث بالشكل ده بعمل له داونلود، وفي نفس الوقت بقول له ايه اهو، لما انا عملت اخترت بحث من الابحاث ظهرت دي عندي بشكل اكتف اد تو مندلي بالمنظر ده كده. طبعا انا اقدر اعمل ايه، ممكن بقول له ضيف الابحاث اللي فيها بي دي اف بس افيلبل، لكن لو عنوان بس لا مش عايزه خلاص، وبيديني البوب اب يعني بيظهر لي اول ما يبقى في بحث بي دي اف نبهني. طبعا الاعدادات دي ممكن تيجي من هنا من الثلاث نقاط دول، لو انا عملت ايه السيتنجز عشان اعمل الاعدادات بتاعتي. طيب هنا لو انا فتحت المكتبه اللي خاصه بيا اهي، اقدر اد نيو، يعني اقدر افتح المكتبه دي او المندل بتاعي واقدر اضيف الابحاث، لو انا بقى مجمع الابحاث من الاول او حد كان باعتها لي وحاططها في فولدر. طيب يعني مش محتاج ادور على الانترنت عليها ولسه حاجبها، لا هي اوريدي موجوده عندي انا جمعتها خلاص، وبكتب البحث دلوقتي وعايز اضيفهم عشان يساعدني في كتابه المراجع داخل البحث وفي نهايه البحث. الاسهل من كل ده طالما انا مجمع الابحاث بتاعتي بروح للاختيار الاولاني اللي هو فايلز فروم ماي كمبيوتر، انا مجمعها خلاص في فولدر بالشكل ده كده، انا عامل ديسك توب وكاتب مندلي وحاطط الابحاث اللي انا هستخدمها، بروح اعمل كنترول ايه عشان اخدهم كلهم. طب انا عايز بحث واحد بس هعلم على بحث واحد بس، المهم اخترت البحث اللي انا عايزه اهو، بيقول لي ابلودنج بيبتدي يحمله. طبعا وقت التحميل بيعتمد على حجم الملف وعلى مين وعلى سرعه الانترنت اهو، هلاقيه اتضاف. لو انا بضيف واحد واحد هلاقيهم اتجمعوا لي كلهم مع بعض بيتضافوا، وطبعا يفضل اكون حاطط فولدر زي ما هنشوف دلوقتي باسم البحث اللي انا هشتغل. مجرد ان اضيف اعلم على البحث اللي انا ضفته ده بيديني اسم البحث او اسم الكتاب او ايا كان، وهنا بيديني فرصه بقى ان اضيف الاوثر الى اخره او ان اقراه يفتحوا لي عشان اقراه بالمنظر ده كده اهو. لما ضغطت عليه بقول له عايز اشوفه، قال لي ان هو عباره عن 20 صفحه وابتدي جابه لي عشان اقدر اتصفح فيه. طبعا هنا هو مش كاتب الـ البيانات بتاعتي، لكن في اللي احنا هنستخدمه دلوقتي اللي هو الديسك توب، النسخه بتاعت الديسك توب دي بيبقى حاطط بقى هو البيانات، بقدر اراجع عليها اصلحها، ده بيسهل لي كتير في عمليه ادراج الابحاث
ان تكست يعني داخل النص بتاع البحث او الرساله، او في النهايه خالص في المراجع. هنا هناخد استراحه قصيره عشان الناس تبقى عندها فرصه انها تحمل البرنامج او تروح تطبق الجزء الاولاني ده، وبعدين بعد ما تخلصوا نرجع مره ثانيه مع بعض عشان نطبق الكلام ده فعليا. والى ان نلتقي يعني في استراحه قصيره كده ان شاء الله، ونلتقي بعد فاصل بمشيئه الله. شكرا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه القصيره وتحميل البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين انا هنا مش حاطط الجزء بتاع السايتيشن، انا مكتفي بالجزء اللي هنا فقط، لكن انا فاتح السوفت وير بتاعي هنا بالمنظر ده كده. اول حاجه بنعملها لما اجي اكتب بحث، واقوم جاي عامل كرييت فولدر من هنا، بعمل كرييت فولدر واسميه اهو، هنسميه مثلا اهو تيست او تجربه، اصبح اللي هنا المكان بتاعي هنا فاضي اهو. طب انا عايز اجمع احط هنا الابحاث اللي انا عايز استخدمها، بروح هنا ممكن اضيف فولدر، يعني اضيف فولدر كله على بعض، او بضيف ابحاث وبعدين كتبت شويه وعلقت بحث تاني وهكذا. طبعا الافضل لو انا مجمع ابحاثي يبقى افضل، لكن احيانا بيطلع ان في بحث جديد شفته حد بعت لي بحث عشان يساعدني فبضيفه. فهنا لو انا هضيف اد بفتح الفولدر اللي فيه الابحاث بتاعتي، ممكن اخد واحد بس، او بقوم جاي دايس على اول واحد واخر واحد اللي انا عايزه، وانا دايس شيفت بيتحددوا كلهم، بقول له اوبن، زي ما احنا شايفين نزلوا لي كلهم بالمنظر ده كده. طبعا مجرد ان اضغط على اي واحد فيهم زي ما حضراتكم شايفين بيديني ايه؟ بيديني اسم البحث والمؤلفين، ان هو اسم الجورنال، سنه النشر، الى ابستراكت، الى اخر، كل ده موجود عندي. لو انا ضغطت هنا بيقوم جاي فاتح لي البحث نفسه ان اقدر اتصفح فيه او اشوفه وانا داخل المنجل. يبقى دي الابحاث اللي انا هستخدمها. طيب دلوقتي فلنفرض انا هنطبق بقى دلوقتي على طول، يعني هنطبق دلوقتي على طول، انا فاتح هنا كتبت البحث بتاعي، فلنفرض انا جاي هنا هحط ريفرنس بالشكل ده، بقف بالكيرسور او بالمؤشر هنا وبروح بقول له انسيرت سيتيشن. هنا طالب مني ايه؟ بيقول لي دور بالاوثر او بالتايتل او بسنه البحث، فين؟ في المكتبه بتاعتك. طب فين المكتبه بتاعتي؟ ما انا فاتحها هنا اهو دول. طب انا عايز هنجرب كل الطرق، انا هجرب دلوقتي باسم المؤلف، فين المؤلف؟ هنا اهو اسم المؤلف ده، بضغط هنا كنترول A وكنترول C، يعني علمته كله وعملت كنترول A سي عشان انسخ، ورحت هنا وقلت له انسيرت سايتيشن، وقمت جاي عامل كنترول في اهو. مجرد ان حطيت اسم المؤلف بالشكل ده اعطاني البحث، اضغط عليه واقول له اوكي احطه لي هنا. طب هننتبه لحاجه، اضغط عليه كده الاقيه بقى هايلايت او رمادي، معناها ان ده مش داخل او مش مكتوب بصوره مانيوال، لا ده مكتوب ببرنامج مندري. طب مش بس كده، بصوا هنا ايه اللي حصل اهو، انا حاطط هنا كلمه بيبلوجرافي، يعني انا داخل هنا والمراجع اهي بتاعتي، اقوم جاي عامل ايه انسيرت بيبلوجرافي اهو، كتب لي البحث، مجرد ضغط زرار حط لي البحث. طب تعالوا ندور بطريقه تانية، فلنفرض انا عايز اضيف بحث تاني هنا، بقف في النهايه كده بالمؤشر واقوم جاي رايح على المكتبه عندي وهضيف بحث تاني. خلاص اهو خدت العنوان كنترول A كنترول C، ورحت هنا بقول له حط لي البحث ده كمان معاه. طلع لي اكتر من بحث، طب هو انهي واحد فيهم؟ هرجع للمكتبه بتاعتي كده، هضغط اقول كانسل، اقول له ارجع لي كده، ده سنه 2011 2011. طب ما اجرب كده بقى بالسنه عشان لو كان اكتر من بحث، يبقى هروح هنا اهو، ده 14 2011 اهو، وده 2011. طب هو انهي واحد فيهم؟ ارجع هروح هنا تاني، اروح للمكتبه بتاعتي اهو عشان اخد بالي من المؤلفين. لا فهنا بقى ننتبه، ننتبه ليه؟ لان ممكن يكون العنوان قريب ما بين بحثين، فممكن احط او نفس المؤلفين ليهم اكتر من بحث، فلازم انتبه في عدد السنين والمؤلفين. وهنا طب هرجع مره تانيه، هنا لو انا ضفت كده عايز اضيف سايتيشن او البحث بتاعي وكتبت 2011 فهيديني الابحاث اللي 2011 بس. طيب انا عايز اللي انا اخترته فقط اهو بالشكل ده وكان 2011 وقلت اوكي اتضاف لي هنا وكمان رتبهم لي. مش بس كده، لو رحت بقى في النهايه خالص للمراجع بصوا ايه اللي حصل، اتكتبوا بالترتيب بتاعه، يبقى ده اهو البحث الاولاني اللي انا اضفته، ده البحث الثاني.
يبقى احنا عندنا مجرد بضغطة زرار فقط، بضغطة زرار فقط اتحطت الابحاث داخل الكتابة مكتوبة بطريقة صحيحة واتضافت لي في نهاية مين؟ في نهاية المراجع. لو بصينا للمكتبة بتاعت مندي اللي قدامي دي كده اقدر اعمل حاجات كتير. لو انا واحد فيهم عايز احذفه مجرد نقف عليه كده خلاص، وهقدر اقوم جاي ايه حاذف البحث ده، مجرد اضغط ديليت هيتبحث. هنا بيقول لي ممكن يكون في بعض البيانات مش مظبوطة، بينبهني لو انا عايز اراجعها او لو في حاجة متكررة. مش بس كده، هنا لو انا واقف عند الفولدر بتاعي ده واقول له سينكرونايز، يعني ابتدي اعمل لي مزامنة. يعني ايه مزامنة؟ ما هي دي النسخة بتاعت الديسك توب. طب فلنفرض ان انا شغال اونلاين، فيبقى لازم الاثنين يكون فيهم نفس الابحاث، ما يبقاش شغال هنا بابحاث وهنا ابحاث تانية مش عايزها يعني. هنا الابحاث بتاعتي اهو زي ما احنا اتفقنا. يبقى احنا كده طبعا لو هنا ده مش ارتكل او فصل في كتاب، بيديني اختيار ان اروح هنا اقول ده كتاب كامل ولا جزء من كتاب ولا سوفت وير ولا انسايكلوبيديا ولا فيلم ولا ايه بالظبط. يعني اعطيني اختيار ان اشوف المرجع اللي انا هحطه ده لازم اصنفه كويس. ليه؟ لان طريقة كتابته هتختلف. طب نرجع تاني هنا للوورد، وهنا بقى دي نقطة برضو مهمة. طيب عشان تبان عندنا هتبان تحت هنا. دلوقتي هنا بيقول لي الستايل، الستايل بتاع الكتابه بتاعت الريفرنس المتعارف عليه، هو طبعا المتعارف عليه اللي هو الاكثر شهره يعني، فده اللي احنا بنستخدمه. لكن في اشكال تانية حسب المجله، ما احنا قلنا حسب المجله اللي هننشر فيها. يعني لو رحت اختار هنا مثلا طريقه الكتابه اختلفت، طب اروح فوق بقى كده اشوف ايه اللي حصل. شال لي في مجلات وفي دور نشر ما بتكتبش المراجع في الان تكست في الداخل، لا بتشير الى المرجع بارقام زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، وبترتبهم وفقا للارقام. طب لو رحت غيرت تاني هنشوف ايه اللي هيحصل. اخترت مثلا نظام اخر، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو اخترت مثلا النظام ده، اهو هنا بتتكتب ارقام بس مش فوق بالشكل ده كده، وتحت بتبقى ارقام بالشكل ده كده. طب اروح اغير تاني، اهو اروح اغير تاني هنا. يبقى طريقة الكتابة سواء ان تكست يعني داخل المرجع هنا مثلا مكتوب، بس ما فيش مثلا في غير طريقة الكتابة بالشكل ده كده، ما فيش مثلا ما حطش السنين. لو انا اخترت مثلا هنا هنا اهو طريقة الكتابة اختلفت. طريقة الكتابة اختلفت. طب وجوه بصوا هنا ايه اللي حصل بالشكل ده، حطها لي تحت كده زي فوت نوتس بالمنظر ده كده. يعني حط لي هنا واحد، طالما كله هنا في ثلاث اربع مراجع حط لي رقم واحد بس وحطهم لي كلهم تحت بالشكل ده. يبقى اذا كل طريقه من الطرق، يعني بنرجع للطريقه بتاعتنا ده اللي هو الاكثر شيوعا بالمنظر ده كده اهو، ودي طريقه الكتابه المعتاده اللي هي الترتيب بشكل ايه اي بي سي او اذا كان في ارقام. يبقى اذا طريقه كده يبقى بالتالي. طيب تخيلوا كده معايا موقف، الموقف الراهن، تخيلوا الموقف ده، تخيلوا معايا الموقف ده ان احنا لو بنكتب بقى يدوي كتبنا كل المراجع دي بنظام معين، وجينا بعتنا للمجلة وافترضنا انها مثلا رفضت البحث او قالت ان هو في مجال بعيد شوية عن اللي هي بتنشر فيه، وبعتناها للمجلة عايزين نبعتها لمجلة تانية، هي نصحتنا الاديتور بتاع المجلة دي بنصحنا او هو بعته لمجلة اخرى قال ده هيبقى افضل ليكم وشوفوا تابعوا معاه، فلقيناها ان هو طلب يكتب نكتب الابحاث بطريقة تانية مختلفة. تخيلوا بقى ايه اللي ممكن يحصل لو انا البحث عندي شوفوا كام صفحة حاطط فيه كام ريفرنس، اعيد كتابتهم كلهم بالكامل جوه البحث وبره البحث، اعيد كتابتهم كلهم بالكامل. ده يستغرق وقت قد ايه وممكن احتمال الاخطاء هتكون فيه قد ايه. انما هنا بمجرد ان احدد المجله بتاعتي واطلع على الستايل بتاعها بختار الستايل اللي هي بتستخدمه. الحقيقه كمان في حاجه تانية جميله، بس ده هيبقى في ورشه عمل اخرى ان شاء الله، ان في بعض المواقع المدفوعه دي بتبقى فيها كل الستايلز بتاعت المجلات، لكن دي طبعا دي بقى مقابل مادي، بحيث ان بقوم جاي حاطط فيها برفع البحث بتاعي بطريقه معينه، بيسالني على التايتل، بيسالني على الاوثر، بيسالني على الافليشن، بيسالني على الابستراكت، بدخل كل حاجه بشكل منفصل بالشكل ده كده وبرفعها له، وبختار الستايل بتاع المجله اللي انا هنشر فيه وبختار المجله نفسها كمان، فبقوم جاي عامل لي البحث كله بالكامل وفقا للمجله اللي انا هنشر فيها، مجرد ضغط زر صغيره وبعمل داونلود. ومش بس كده، ما هو ممكن يبعتها لي كمان من الموقع نفسه اونلاين. كده بنكون احنا اتعرفنا على المندلي من داخل الوورد. طب لو رحنا شفنا بقى المندلي بالمنظر ده كده، انا دورت مثلا هنا على الطحالب البنيه ونشاطاتها ضد الفيروسات،
ادي المند اللي فوق هنا، مجرد ان اضغط عليه انا عامل طبعا ساين ان، بياخد لحظات عشان بيستكشف الابحاث اللي موجوده في الصفحه اللي انا موجود فيها. البحث الاولاني فيه منه بي دي اف، البحث الثاني مفيش نسخه بي دي اف. يعني لو انا ضغطت هنا هنلاقي ان هنا بينشط ان ممكن اضيفه للمكتبه بتاعتي اللي موجوده. ممكن هنا لو انا ضغطت كده بيفتح لي صفحه في البراوزر الجديده موجود فيها البحث بالشكل ده كده، بطلع عليه واقدر اشوف البحث كله بالكامل واقدر اضيفه من هنا مره تانية. طب لو انا قفلت كده، طب لو انا البحث ده انا مش عايز ده وعايز البحث ده، لا ده مفيش منه بقى بي دي اف، والحكايه هتبقى مانيوال بالشكل ده كده، مجرد بس هيديني الابستراكت وبعض البيانات. طيب لو انا هرجع بقى مره تانية اهو بالشكل ده كده، اهو بيعمل تشيك ان في بي دي اف ولا لا. اول ما بيلاقي في بي دي اف بيديني الاختيار ده، اشوف البي دي اف بتاع البحث في شكل بي دي اف او اعمل له داونلود. اهو لو انا هنا بيقولي بالمنظر ده كده. لو انا بختار الابحاث بتاعتي، يعني عملت هنا مثلا الابحاث دي، البحث ده مثلا انا عايزه والبحث ده، وضفت هنا لو قلت له اد تو مندلي اضافه، بيديني اختيار ان اروح المكتبه بتاعتي اشوف الابحاث راحت فين. طبعا هنا فتح لي المكتبه بتاعتي، طالما انا عامل حساب فالمفترض ان في لي حساب، مكتبه الحساب بتاعتي نفسها هي هي المكتبه اللي موجوده عندي في السوفت وير. طبعا دايما اضغط على الزرار ده عشان يعمل ايه؟ مزامنه ما بين الابحاث بتاعتي والفولدرز اللي موجوده اونلاين على الكلاود والنسخه اللي موجوده عندي على الديسكتوب، عشان اضمن ان جميع الابحاث تكون ايه؟ موجوده. طبعا هنا بيقول لي البحث ده موجود اقدر اعمل له داونلود. هو هنا بيفترض ان البحث مش عندي، يعني انا لو ضغطت بس هنا كده بالشكل ده اهو فبيفتح لي البحث بالمنظر ده ويمكنني ان انا اقدر اعمل داونلود. يبقى اذا البحث والتدوير على الابحاث بقى سهل، يعني سهل. هو انا رجعت هنا تاني، يبقى اذا وانا هنا في السكولر، جوجل سكولر او في اي موقع اخر، وانا بدور على الابحاث اقعد اجمع 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 اجمع، بدل ما انزل كل بحث لوحده وبعدين احفظه وبعدين اروح ادور على واحد تاني، لا هنا جمعت كل الابحاث اللي انا عايزها بالشكل ده كده، ورحت في المكتبه بتاعتي بالمنظر ده اشوف اتاكد بس ان هم دول خلاص انا عايزهم تمام. الزرار اللي في الجنب هنا اهو بالشكل ده كده، اعمل بريس بيعمل لي داونلود للبحث، بيفتحه لي. طبعا لو انا عايز البحث ده مثلا في بحث هنا اهو 2013 بالشكل ده، بيفتحه لي من داخل المكتبه طالما متوفر نسخه البي دي اف، وبيمكنني ان اعمل له داونلود. وطبعا البحث هنا كله بالكامل. ده بيسهل لي ايه؟ بيسهل لي ان انا لو بطلع على البحث بالشكل ده كده، بدل ما انزله بعدين اقعد احذفه، فمن الاول خالص ان هو عاطيني امكانيه ان انا اطلع عليه اشوفه ده هيفيدني ولا لا. هيفيدني بنزله، مش هيفيدني بقدر اشيله او امسحه يعني. طيب يبقى هنا اد نيو، لو انا عايز اعمل هنا اضيف بحث من الكمبيوتر بتاعي زي ما احنا شفنا كده، اقدر اضيف واعمل اللي انا عايزه في المكتبه بتاعتي، سواء هنا اونلاين او منين اهو ده مفتوح. يبقى كل اللي انا شغال فيه هنا اقدر اشتغل اونلاين بالويب امبورتر، اللي هو بيبحث لي وبيجلب لي ابحاث من على الانترنت ويجمعها لي في المكتبه بتاعتي، وممكن كمان يديني فرصه اعمل لها داونلود خلاص، او انا اكون مجمعها من الاول خالص في فولدر على سطح المكتبه عندي بالشكل ده كده، الابحاث المطلوبه مثلا للورشه او للحاجه الفلانيه، واكون مرتبها بالمنظر ده كده ومن داخل الوورد. يبقى اذا بجمع ابحاثي الاول وبعدين وانا بكتب خلاص. طبعا هنا الكتابه انا يعني هنا عشان كاتب جزء كبير، لا ده انت كل ما بتكتب باراجراف بتيجي، انا الباراجراف ده مثلا خلاص خلصت، اجي عند الباراجراف الثاني مجهز نفسي ان احط ريفرنس، مش شرط طبعا يبقى في الاخر، ادي ريفرنس مثلا هنا بعد الجمله دي انا عايز احط الريفرنس. طيب نروح نشوف الحاجه اللي عندي اللي ممكن اضيفها اهو. انا خدت ده كده، ناخد بحث اخر، البحث ده وادي المؤلفين اهو زي ما احنا قلنا كنترول A كنترول C، ورحت هنا قلت له ضيف لي المرجع ده بالشكل اهو، medicinal benefits of sulfated polysaccharides from كاز، اللي هي اهميه الطحالب والاهميه الطبيه. ضغطت على البحث وقلت له اوكي تمام اهو، اضغط عليه هتلاقيه هايلايتد او رمادي، معناها ان هو دخل بمعرفه مين؟ المندلي بالشكل ده، وهو مرتبه لي. طب انا ضفته كده وبس؟ لا، مجرد ان ضفته بقى ما انعاش هم ان انا هنسى اكتبه، لا اضاف لي، ومش بس كده اضاف في المكان الصح. احنا كنا حاطين اول واحد واخر واحد حرف الدي وحرف الدبليو، فبالتالي هنا حرف الكي فحطه لي في مكانه الطبيعي. يبقى اذا لو حضرتك استخدمت البرنامج ده هيبقى سهل عليك جدا. ليه؟ كل اللي هتعمله انك هتختار تكتب الباراجراف بتاعك
من وتاكدت ان ما فيش فيه بلجاريزم ولا اي كلام من ده ولا اقتباس ولا حاجه، خلاص بتحط الريفرنس بتاعك، حتى مجرد ريفرنس انت بس بتاخد كوبي للاوثر او للتايتل وبتحطه للبرنامج بيقوم جاي ضايفه لك، ما تنعاش هم هيتكتب صح ولا لا، لان هو هيتكتب صح. وكمان ما بتبقاش بتفكر انت نسيت ضفته في الاخر ولا لا، هو اتضاف بصوره اليه، بصوره اليه. طبعا الناس اللي هم الخبره الكلام ده كله هم اكيد عارفينه، لكن يعني واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فبالتالي احنا بنحاول نذكر او ممكن يكون باحث جديد او شيء. وطبعا كتابه الابحاث احنا دلوقتي النهارده مش كنا بنتعلم كتابه الابحاث، احنا كان كل هدفنا في هذه الورشه القصيره بنستخدم اله معينه، اداه معينه، تول معين، سوفت وير، تطبيق، اد ان، اضافه للكروم، اضافه للوورد، برنامج سوفت وير مجاني. الميزه ان البرنامج ده مجاني، في برامج اخرى بتعمل الكلام ده كله بتكون غاليه جدا وكده، لكن دايما احنا لما بيجي نشتغل حاول الواحد في حياته كلها بيستخدم الحاجه اللي بتقضي الغرض وبصوره ايه مجانيه. ممكن يبقى في برامج تانية اكثر احترافيه، اوكي ما فيش اي مشكله، فكل واحد وقدرته الماليه وقدرته الاحترافيه من حيث الامكانيات. البرنامج ده انا شفت انه بسيط جدا وكبدايه، وحتى مش بس كبدايه بيؤدي الغرض اللي مطلوب منه. البرنامج مجاني وبيحقق لنا كل اللي احنا عايزينه ان شاء الله. بالتوفيق للجميع، وان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا في ورشة عمل قادمة باذن الله مفيدة. اسالكم الدعاء بظهر الغيب، ونلتقي على خير باذن الله. اترككم في رعاية الله وامانه، وانتم في اتم صحة وفي احسن حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.